فعلى العاقل، فعلى المسلم، فعلى أولي الألباب أن يتفكروا في آيات الله الشرعية التي هي كلامه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. لهذا إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، يسرنا أن نلتقي معكم في هذه الحصة المباركة، حيث نشرح فيها بإذن الله تعالى رسالة نافعة ماتعة بإذن الله، هي رسالة عقدية في بيان العقيدة الإسلامية الصافية التي كان عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذه العقيدة هي مقدمة لكتاب اشتهر عند الناس برسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. هذه الرسالة مؤلفها أحد أعمدة المذهب المالكي، وكان يلقب في زمانه بمالك الصغير، وهو متوفى رحمة الله عليه سنة 86 و300 بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة ليعلم حفظكم الله أنها طليعة بين يدي كتابه في الفروع الفقهية، حيث جمع في كتابه الرسالة بين الفقهين، بين الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، والفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع. ونحن بإذن الله تعالى في هذه الحصص المتتابعة سنتناول التعليق بشيء من الإيجاز والاختصار لمقدمته العقدية دون، ولعل الله تعالى ييسر شرحا آخر لكلامه في الفقه والفروع الجزئية. نسأل الله تعالى أن يبارك للجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ببدء، لا بد أن يعلم الجميع أن العقيدة هي أشرف العلوم على الإطلاق، لأن من المتقرر بداهة أن شرف العلم تابع لشرف المعلوم، شرف العلم تابع لشرف المعلوم. فإذا كان العلم متعلقا بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فلا شك أنه أشرف معلوم سبحانه وتعالى. هذا يجعل العقيدة أهم علم على الإطلاق. وليعلم كذلك أن العقيدة ليست مجرد قواعد نظرية يتعلمها الناس، وليست منطقا، وليست فلسفة، بل هي عقيدة يترتب عليها عمل، ويترتب عليها سلوك، يترتب عليها فلاح ونجاح، وتترتب عليها سعادة في الدنيا والآخرة. لهذا قال أهل العلم: ما من سلوك صواب أو حق إلا وهو مبني على عقيدة حقة، وما من سلوك منحرف أعرج إلا وهو مبني على عقيدة عرجاء. هذا متقرر عند أهل العلم. لهذا في شرحنا بإذن الله تعالى سنحاول أن نجمع بين الجانب العلمي النظري وبين الجانب السلوكي، لأن العقيدة لها أثر على النفوس. فإذا علم العبد المسلم أيها الإخوة الكرام أن رب العالمين جواد كريم رحمن رحيم، فإن هذا العبد مهما ابتلي به من بلاء وفتن وإحن ومصائب وبلايا ورزايا، فإنه يعلم أن الله تعالى سيجعل له من ذلك مخرجا، فلا يصيبه القنوط أبدا. فهذا كما ترون انبنى على عقيدته في الله تعالى. وإذا علم العبد كذلك أن رب العالمين جبار قهار متكبر عزيز، إذا علم هذا ثم استحضر أن رب العالمين يوجه له الأوامر من فوق سبع سمواته، يأمره وينهاه، فهو هذا شرف للعباد لو شعروا. هذا شرف أيها الإخوة، هذا شرف أن يأمرك الله عز وجل وينهاك، هذا شرف للخلق لو شعروا. فإذا امتثل العبد العبادة وسمع قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فإذا استحضر هذا الأمر واستحضر عظمة الآمر، فلا شك أنه سينقاد ذليلا مستسلما لحكم الله عز وجل الشرعي، ومستسلما لحكمه الكوني. وعند ذلك لا بد أن ينسبغ
بآثار العبادة. لهذا كان سلفنا الصالح تؤثر فيهم الصلاة وتؤثر فيهم الزكاة ويؤثر فيهم الوضوء ويؤثر فيهم الحج. لم تكن العبادات عندهم مجرد ظواهر، بل كانت ظواهر تدل على بواطن. ومن أصول الشريعة الإسلامية الغراء تلازم الظاهر والباطن، فإن صلاح الباطن لا بد أن يؤثر على الظاهر، وفساد الباطن لا بد كذلك أن يؤثر على الظاهر. ومن علم كذلك أن رب العالمين سميع فإنه سيستحي من قول غير الحق، فإنه سيراقب ربه عز وجل. ومن علم كذلك أن الله تعالى يرى عباده ومطلع على ما هم عليه، شهيد عليهم وعلى أعمالهم، فلا شك أن هذا سيجعله يخشى الله عز وجل ويرجو لقاءه ويعظمه أشد التعظيم. استمعوا معي هذه القصة التي رواها الإمام أحمد، وهي سبب نزول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند، وهذا الحديث حديث صحيح، قالت: جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، قالت: وأنا في ناحية البيت ما أسمعها، أي ما أسمع التفاصيل، وأنا في ناحية البيت ما أسمعها. فنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. انظروا إلى أثر الاعتقاد والعقيدة في إصلاح الأعمال. فمن يعلم أن الله تعالى يسمعه ويراه فلا شك أنه سيخافه ويرجوه. لهذا قال أهل العلم: كل من كان بالله تعالى وأسمائه وصفاته أعرف كان له أخوف، وبالتالي كان إليه أقرب. وليست الأرواح والنفوس إلى شيء قط كحاجتها إلى معرفة بارئها وخالقها وفاطرها الذي أوجد الإنسان من العدم وأمره ونهاه وأعد له جنة عرضها السماوات والأرض. فكلما كان العبد بربه أعرف كلما كان إليه أقرب. وقد قال أهل العلم بالسلوك: إن رب العالمين ينزل العبد من نفسه كما ينزله العبد من نفسه جزاء وفاقا. وهذا أمر مهم ينبغي أن لا يتغافل عنه الناس أيها الإخوة الكرام. وكذلك من درس العقيدة وعلم أن رب العالمين سيبعث عباده ويحاسبهم ويسألهم ولا يظلمهم: يا عبادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا علم العبد هذا اليقين فلا شك أنه سينسبغ بآثار هذا الاعتقاد، وسيصحح عمله، وسيعد الزاد ليوم الميعاد. لهذا أيها الإخوة الكرام، عقيدة الإسلام ليست عقيدة جوفاء لا تؤثر عملا. لا بد أن تعلم أن العقيدة أيها المسلم تؤثر في أعمالك استقامة وعجاجة. لهذا كان الواجب على المسلمين قاطبة أن يصلح عقائدهم، أن يسيروا على العقيدة الصحيحة التي بيّنها رب العالمين في كتابه، وبيّنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليها سلفنا الصالح. وقد سئل بعض العلماء أن يصنف مصنفا في الاعتقاد، فقال رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، إنما يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة المرحومة. لهذا ليعلم الجميع أيها الإخوة الكرام أن العقيدة هذا هو شأنها، وليست مجرد نظريات لا تسمن ولا تغني من جوع. ونحن بإذن الله تعالى في هذا الشرح سنركز على الجانب السلوكي الذي يثمر أعمالا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. قل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عمله. فمهمتنا بإذن الله تعالى إصلاح عقيدة المسلمين، رجوعهم إلى العقيدة الصافية التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابته الكرام رضي الله عنهم. وقد آثرت أن تكون هذه التعليقات وسطا، لا نهاية في البسط ولا غاية في الإيجاز. لهذا ما ترونه أيها الإخوة المشاهدون من الاختصار هو مقصود، لأن المقصود أن نختصر اختصارا غير مخل، نوصل المعاني إلى إخواننا بشيء من اليسر واللطافة مع عدم السآمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
وهذه العقيدة اشتملت على أصول أهل السنة والجماعة مجملة. لهذا وشرح يعني عقيدة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة يكون بالرجوع إلى كتب التفسير وإلى كتب السنة النبوية وما صنفه أئمة السلف رضي الله عنهم في بيان هذا المعتقد. لهذا ما نحتاج إلى تفصيل كبير، لأن فهم الكتاب والسنة متيسر لكل أحد، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم إخواني الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة، وأراكم في حصة قادمة بإذن الله تعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأترككم جميعا في رعاية الله وحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.